هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باسمه وباسم أعضاء المجلس الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وهيئة الشرطة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد الشرطة. في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة لا تنسى لما بها من أحداث انقسام ترتبط بتاريخها وتعبر عن بطولات رجالها، ويمثل يوم 25 من يناير من كل عام يوما مشهودا في التاريخ المصري، إذ نحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى من أروع ذكريات البطولة والفداء والوطنية، وهي ذكرى عيد الشرطة المصرية التي جسد رجالها ملحمة وطنية للفداء والتضحية حينما خاضوا معركة الإسماعيلية في 25 من يناير عام 1952 ضد المحتل الغاشم، دفاعاً عن أرض مصر وكرامتها واستقلالها، فخلده الشعب المصري في تاريخه. فلرجال الشرطة المخلصين منا كل تحية وعظيم التقدير والعرفان على بطولاتهم وتضحياتهم في مواجهة الجريمة بمختلف صورها والإرهاب بمختلف أنواعه وأشكاله، لتظل مصر واحة الأمن والأمان وينعم شعبها بالسلام والاستقرار. كما نحتفل في هذا اليوم بذكرى وطنية عزيزة أكد فيها شباب مصر في 25 من يناير سنة 2011 على استمرار سريان روح العطاء والفداء في صدور المصريين، فكانت مطالبهم المشروعة خطوة يستكملون بها المسيرة نحو صون الدولة الوطنية ذات التاريخ العريق. إلا أن الجماعة الإرهابية حاولت خطف الوطن وتهديد أمنه واستقراره، فجاءت ثورة 30 من يونيو 2013 لتصحح المسار وتستكمل الطريق للوصول إلى دولة عصرية تقوم على أسس وطنية راسخة. وفي هذا المقام يطيب لي أن أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهنئة القلبية إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وإلى هيئة الشرطة المصرية، وإلى الشعب المصري الأبي بمناسبة ذكرى هذا اليوم الوطني. وكل عام ومصر قيادة وشعبا بخير وفي تقدم وازدهار.